طيب دكتور، يعني هل احنا نقدر نقول انه هذا هو السبب الرئيسي انه بعض الاباء لا يحسنوا الابوه ولا يعرفوها ويشعروا انهم هم اباء يعني مقصرون، او انه احيانا البعض منهم يشعر انه انا ما اعرف شيء عن الابوه ولا امتلك هذه المشاعر، هل بسبب التهميش اللي حصل في فتره الحمل والولاده والتربيه، ولا هناك قد تكون اسباب اخرى؟ ما انت قلت جزء مهم بقى في اخر جمله، التربيه. ما هي التربيه دي هي اللي بتزرع الفطره. يعني الفطره بتنمو امتى؟ مع اول مشاهدات الطفل بيستوعبها. احنا عندنا هنا في العالم العربي بقت ظاهره غريبه جدا دلوقتي، ان احنا بنسعى ان احنا نكدس الطفل بمهارات متعدده في مرحله سنيه هو محتاج فيها العاطفه فقط، ومحتاج فيها الاحتواء، ومحتاج فيها الطبطبه، اللي هي مرحله الايه؟ الرضاعه. يعني انا بفاجئ ان في بعض الامهات والاباء بيودي اولادهم للكيندر جاردن في مرحله مبكره جدا، في سنه اقل من سنه كمان، وسنه ونص، وده ممنوع تماما، لان احنا علميا بنقول لازم الطفل يعني يظل محتضنا من الاب والام لمده عامين كاملين، اللي هي مرحله الرضاعه. هي دي اهم حاجه في التنشئه وفي التاسيس، وبعدين نبدا نديله الحاجات المعرفيه والحاجات اللغويه عشان يطلع بمهارات مكتسبة بس مبنية على أسس سليمة. فاهم قصدي حضرتك؟ يعني المدرسة بتبقى طالبة منك أنه يعرف يحل المسألة دي، يعرف الأشكال، يعرف كذا، لكن مثلا ما عندوش تواصل، ما التواصل بتحاول تضغط دماغه وعقله بحاجات هو مش محتاج ليها، بينما يكون محتاج للحنان الأب والأم وتقارب الأم والأب في نفس الوقت.